خطوات قليلة متبقية قبل إتمام بناء هذه المدرسة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، بعد إعلان الجهات الحكومية الشروع بإعادة إعمار وتأهيل المدارس النموذجية في المدينة والبالغ عددها 5 مدارس، حيث دمرت منذ سنوات بسبب الحرب. ومنذ ذلك الحين والرمادي تخلو من المدارس النموذجية التي تمتاز بجودة التعليم. يعني احنا الحقيقة كمدارس نموذجية بالأصل في محافظة الأنبار كان لدينا 5 مدارس سابقا أنشئت عام 2010، تم تهديمها بشكل كامل من قبل الإرهاب والعمليات العسكرية في وقتها، واليوم احنا شارعين بعملية إعادة بنائها وإعادة تطويرها، ومن ثم إمكانية نجاح مثل هكذا أفكار. إعادة تأهيل المدارس النموذجية في الرمادي خطوة لاقت ترحيبا من قبل ذوي الطلبة، كما رحبت بها الكوادر التدريسية في المدينة، عادة إياها البديل الأمثل للمدارس الحكومية لأسباب عديدة. الكثير يعني من الأشياء اللي تميز المدارس النموذجية عن المدارس الحكومية، نبدأ يعني أولا البناية راح تكون من الوسائل التعليمية، يعني تهيئة البناية، تهيئة المختبرات، تهيئة الوسائل التعليمية المتطورة، وايضا الكادر ايضا يكون متطور، يعني على لديه الخبرات الكثيره من اجل توصيل الماده الى اذهان الطالبات والطلاب. هسه ابنائنا كلها وين راحت؟ للمدارس الاهليه. السبب يعني هو هناك احسن التدريس، يعني متطور احسن من المدارس اللي الحكوميه نقول. توفر المدارس النموذجية وجودة التعليم عاملان أساسيان بالنسبة لذوي الطلبة الذين يعولون على التعليم الخاص لكي يكون بديلاً عن التعليم الحكومي المتدهور بسبب الفساد والإهمال وقدم الأبنية المدرسية، فضلاً عن اكتظاظ الصفوف بالطلاب وتعدد الدوامات اليومية.